بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نسير مع الشوط الثالث. هذا الشوط خاص بالإبكار، أسير مع البداية وعلى المقدمة أجد الشاهينية سعيد بن عبد الله الغيلاني يتقدم مع الشاهينية، بينما المركز الثاني التواجد من الشاهينية عبد الله بن النخار الغيلاني، والغدوم الغازية قادمة على ثالث المراكز ناصر بن علي بن خادم الزرعي يتقدم مع غازية على ثاني المراكز، وهناك الوجود من الحاكمة عبد العزيز بن سالم الغيلاني متقدم مع الحاكمة على رابع المراكز. أعود مع البداية وأعود مع المقدمة الشاهينية سعيد بن عبد الله بن نخار الغيلاني يتقدم مع الشاهينية على المركز الأول، وناصية في أو غازية في ثاني المراكز، سلالة غازي المختبر على المركز الثاني، ناصر بن علي بن خادم الزرعي يتقدم، والغدوم من الحاكمة على ثالث المراكز عبد العزيز بن سالم الغيلاني. ولكن نعود مع الشاهينية وانطلاقة الشاهينية على البداية، والمقدمة بن النخار على المركز الأول، وغازية غادمة والحاكمة على المركز الثالث. الثلاث اللي بهنزان اللقاء، هناك ايضا الشاهينية وغازية، ولكن الشاهينية سعيد بن عبد الله بن النخار الغيلاني يفوز بهذا الشوط. المركز الثاني غازية ناصر بن علي بن خادم الزرعي، والمركز الثالث الحاكمة عبد العزيز بن سالم الغيلاني. التوقيت 1:51.